بما انه تعرفنا على طبعا سوق النحاسين نرمين، اكيد بدنا نحكي بهذا الاطار من التراث والمدينه القديمه وايضا الاسواق القديمه. يعني من تحرير المدينه وتم بدات اعمال الترميم لعده اسواق وعده اماكن بحلب القديمه، وشفتيها صحيح لحلب. واكبناها نحن يمكن على التلفزيون وشفنا شفنا اسواق كثير عم تفتح. اكيد هلا يمكن بدنا نستقبل ضيفنا. ضيفنا اكيد احمد شهابي مدير المدينة القديمة، يسعد صباحك، صباح الترميم. صباح الخير، صباح النصر من حلب الشهباء. صباح الخير الأستاذ أحمد شهابي مدير المدينة القديمة، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد يعني صباحك. لما نحكي نحن عن التدمير يلي طال المدينة القديمة يمكن للأسف هو كبير، ولكن أعمال الترميم كمان جيدة جدا ولمسناها مثل ما ذكرنا من شوي. خلينا نحكي على القطاعات أو الأماكن يلي شملتها الترميم بمحافظة حلب. تمام، هلا نحن من بداية التحرير وهي الذكرى نستغل فيها أنه نترحم على أرواح شهداء الجيش العربي السوري اللي بفضل دمائهم الطاهرة قدرنا نكون هلا بساحة سعد الله الجابري، قدرنا نكون بمناطق بحلب القديمة طال يد الإرهاب ودمرها. هلا نحن بالبداية وضمن الخطة الإسعافية من بعد التحرير تدخلنا بمحاور الأحياء ومحاور الأسواق، رحلنا فيها الأنقاض بعد فرز الأحجار لإعادة استخدامها لحتى نقدر نصل لهذه الأسواق وهذه الأحياء، نقيم حجم الضرر اللي طاله ونقيم القيم المادية لإعادة ترميمها. طبعا ضمن الخطة الاستراتيجية لمدينة حلب ضمن مجلس المدينة حطينا أولويات لأسواق المدينة القديمة والتدخل بالأحياء والشرايين الهامة اللي هي بتربط أحياء حلب القديمة بالعموم. ضمن الأسواق دخلنا بسوق النحيسين، بسوق الخابية، بسوق المحمص. هاي الأسواق اللي هي فيها حرف، يعني فيها مهن يدوية أو حرف تقليدية لحتى نقدر نعيد إحياء هالأسواق، نعيد نبض الحياة لهالأسواق. بالمرحلة الثانية دخلنا بسوق السقطيك سقطيك اللي هو انتهى من ترميم وعادت الحركة التجارية، عادوا أصحاب المحلات لنشاطهم التجاري اللي هو بتوسط أسواق المدينة القديمة كشريان مغذي للأسواق، بيمتد من سوق الزرب باتجاه باب انطاكية. حاليا نحن بصدد تنفيذ مشروعين ترميم للأسواق اللي هو مشروع سوق الخابية اللي بيربط بين شارع السجن وشارع باب النصر، ومشروع سوق خان الحرير اللي هو أحد المداخل الهامة لأسواق المدينة المحيطة به، يعني أحد المداخل المجاورة للجامع الأموي ورمزيته واللي بيدخل فيه على أسواق المدينة. نعم، خلينا نحكي أستاذة أحمد لكان عن الأهمية بما أنه صار في إنجازات كتير ب 2019، نحن هلأ بآخر أيام هالعام. تمام. 2020 كمان رح تكملوا الأسواق بما أنه حلب هي مدينة التجارة والصناعة، يمكن من أهم الخطوات هي ترميم وإعادة الأسواق لألقة، فخلينا نحكي بالتحديد عن سوق السقطية اللي أخذ كتير ضجة وخان الحرير. تمام، بشكل مفصل سوق السقطية يعني تضمنت أعماله، هو أحد الأسواق اللي تعرض لنسبة 30% من الضرر. كان في تخريب ببعض القباب، تخريب بالواجهات نتيجة حرق اللي تناولتها العصابات الإرهابية. طبعا تم إعادة الترميم بعد الانتهاء من البنى التحتية كاملة كصرف صحي، كمياه، كهرباء، هاتف، أعيد رصف البلاط الحجري، أعيد تنظيف الواجهات واستبدال الفاقد منها بأحجار من ذات النوع للمحافظة على الطابع المعماري لسوق السقطية وجماليته. تم ترميم الأسقف كاملة، تم ترميم أبواب الخانات اللي هو لسوق السقطية، في عنا بابين من الواجهتين وفي عنا باب الخان اللي بيؤدي لسوق خان الجمرك. كمان يمكن هلا كمان عم نشوف على هوا الاخباريه السوريه لقطات من اعاده ترميم خان الحرير، يمكن هذا الخان له خصوصيه مميزه بحلب. خلينا نحكي عن الاعمال اليوم اللي موجوده بهذا الخان وايمت متوقع ينتهي، يعني تكون منتهي اعمال الترميم انجازا، وخاصه اسمه شائع يعني يمكن من الدراما الحلبيه كمان خان الحرير. كل العالم تعرف انه خان الحرير بحلب موجود في حلب، يمكن رمزيه مهمه. تمام، هو احد اهم مداخل اسواق المدينه، قلت لك قربه من الجامع الاموي ورمزيته. هالمدخل هذا نحن بنسميه سوق خان الحرير، طبعا بتضمن ثلاث خانات اللي هو خان الحرير وخان الجاكي وخان البناتقه. هالمحور
بتضمن 60 محل تجاري. طبعا سابقا ومثل ما بيقولوا الحلبية بالمصطلح العامي هو بسموه سوق الراحة أو سوق المجيدية، يعني اللي كان يتقدم فيه ببدايته محلات الضيافة العيد وما إلى ذلك. طبعا هذا السوق كمان رح يتم فيه الترميم على مدة 150 يوم تقريبا، بين 120 و 150 يوم، بتضمن أعمال ترميم مدخله اللي هو القريب من تقاطع. أيمتى بنتوقع ينتهي خان الحرير؟ يعني عم نحكي نحن عن خطط قيد الإنجاز يعني تمام. تقريبا تمام، بقول لك يعني مدته هلا نحن ما صلنا تقريبا 15 يوم مباشرين بالسوق عن جديد. أيوة ما صار له فترة طويلة، يعني خلال 5 أشهر إن شاء الله بيكون المشروع إن شاء الله يا رب بين ترميم السوق والمحلات التجارية الموجودة فيه. نجي نحتفل معكم إن شاء الله. نضيف كمان رح تضيفونا. نضيف أكيد. أستاذ أحمد خلينا نحكي شوي اليوم، يعني حلب بالذكرى الثالثة مثل ما قلنا بعد التحرير، يمكن عم تشهد كثير من أعمال الترميم، حتى إعادة المصانع لبعض المناطق الصناعية تشغيلها. اليوم قد ايه بتشوف حضرتك يعني هي الأعمال الصيانية والترميمية بحلب القديمة خصيصا قد ايه راضي عنها؟ قد ايه بتشوفها هيك يعني انجزت بالمية؟ هلا نحن طموحنا تنعاد حلب القديمه، لانه انا ابن حلب القديمه وبعرفها كيف كانت وكيف كانت اسواقها نابضه بالحياه. نعم. يعني هلا نحن كنسبه انجاز لسه امام الخطوات الاولى، المرحله السابقه يعني انت قبل ما تباشري بالترميم واعاده نبض الحياه بدك تفتحي الطرقات لحتى يتمكنوا اصحاب المحلات من العوده لمحلاتهم. نعم. بدنا نجهز لهم البنى التحتيه ان كان كهرباء، ماء، اتصالات، صرف صحي لحتى تكون محلاتهم قابلة للاستثمار وقابلة لمضى الحياة. هلا نحن في عنا أسواق بالأساس كان ضررها خفيف، شجعنا محلات أصحاب المحلات أعادوا ترميمها كسوق الجلوم، كخان الجمرك، هدول الأسواق اللي ما كان في عندهم حجم ضرر كبير. باقي الأسواق في عنا أسواق مدمرة بالكامل، كالعبي، كالعطيرين، كتقاطعات اللي هن يعني لما نحكي عفوا عن المقاطعة أسواق مدمرة بالكامل، يعني بدنا نحكي عن إعادة بناء بالكامل تماماً. فشو الصعوبات اليوم اللي عم بتواجهكم خلال 3 سنوات؟ وإذا بدنا نقول في صعوبات يعني حطينا نحن خطة للمستقبل، شو هي الصعوبات اللي بتواجه هيك أعمال صعبة بالترميم؟ حيل يعني بالأخير لما بتنوجد الإرادة كله بيكون قابل للتطبيق، بس اليوم نحن عم نحكي على أسواق تمتد على مساحة جغرافية تعتبر هي أكبر مول بالعالم لمساحة 12 هكتار كأسواق مغطاة ضمن أسواق المدينة. وجود حلب القديمة على لائحة التراث العالمي بيعطينا الحرص الشديد أنه تنعاد كما كانت كما بنيت دون أي تشوهات، وبالذات أسواق المدينة القديمة. فعملية إعادة إعمار هالأسواق المدمرة بالكامل يعني بحاجة لصور توثيقية قديمة لحتى تنعاد كما كانت. طبعا الخبرات الوطنيه موجوده، اليد اللي عم تشتغل حاليا بالاسواق بالترميم هي كلها من سواعد شبابنا الوطنيين السوريين، بس موضوع الاعتمادات الماليه اللي طبعا الدعم الحكومي دوما متوفر. نحن بال 2019 كنا امام كتله 1 مليار بدعم حكومي توزعت على 5 مشاريع. طبعا المشاريع ما كلها بتكون تدخل بالاسواق، في عندنا كمان شرايين هامة ضمن أسواق ضمن أحياء المدينة حلب القديمة اللي هي شرايين تربط الأحياء أو شرايين لأسواق تجارية كمشروع جب القبة، كمشروع شارع السجن، كساحة الحطب برمزيتها ضمن حلب. كل شخص بحلب بده ينزل على ساحة الحطب لأنه إلى رمزية بحلب. ما نزلنا نحن عليها لسه أستاذ أحمد، بس بالنهاية نحن بنتأمل فعلا هلأ خاصة أنه مع طبعا السنة الجديدة إن شاء الله بتكون خير، تكون الميزانية لمحافظة حلب اللي بنعرف أنه المحافظة أحيانا عم تنقل المشاريع لغير جهات حكومية حتى تقدر تنجز أكبر قدر من المشاريع الترميمية لهالمحافظة اللي طبعا كتير مبسوطين أنه نحن موجودين فيها. نحن بنتشكرك كتير أستاذ أحمد، وبنتمنى دائما فعلا كل سنة نجي نلاقي سوق انجاز، وان شاء الله المده الزمنيه اللي اعطيتنا اياها ان شاء الله بنجي نلاقي اكثر ما انتم حاطين ببالكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك، واكيد كل التوفيق لكم باعمالكم، ومثل ما قلت لك من شوي نحن ناطرين لنغطي معكم كل انجاز باعاده الترميم. شكرا كثير لك. صباح الخير.